بسم الله الرحمن الرحيم. كان لنا الشرف هذا اليوم في زيارة هذا الصرح الثقافي الكبير، هو مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة. اطلعنا على ما معروض فيه، واطلعنا على الجهد الذي يعني بذل في تأصيل التاريخي للقرآن. يعني بدأنا من البدايات الأولى، كيف وضعت هذه المخطوطات، كيف جمعت التطور التاريخي. أيضا لاحظنا أنه هناك اهتمام بالمشروع يعني ذو أبعاد ثقافية، ذو أبعاد إنسانية، ذو أبعاد علمية، وذو أبعاد دينية. هذا المشروع هو ذاكرة للقرآن الكريم، جعل الله في ميزان حسنات القائمين عليه.